أرجع تاني للإقبال على قناة السويس في مكاتب البريد. يمكن الإقبال على البنوك يمكن كان أمر متوقع، حتى لو البعض ما توقعش بهذه الأرقام في هذا المدى الزمن المدى الزمني القصير. مكاتب البريد كما لا يخفى على حضراتكم في الغالب بتخاطب شريحة تانية، شريحة أبسط من المواطنين، شريحة ممكن يكون من بينها أصحاب المعاشات، ممكن يكون من بينها ناس في المحافظات، ناس ممكن يكون دخلهم أقل، ناس بتعتمد على هذه الوسيلة وتضع وتثق فيها وتضع مدخراتها فيها. هل شهادات الاستثمار هتلقى نفس الرواج في عن طريق مكاتب البريد زي ما حصل بالنسبه للبنوك؟ في المشاهد الاوليه والملاحظات بتتكلم ان هيكون كده. معانا الاستاذ احمد صلاح نائب رئيس هيئه البريد لشؤون الاستثمار، اهلا وسهلا بحضرتك. بحضرتك اولا حضرتك طلعنا على المؤشرات الاوليه للشراء وفي الشهادات النهارده في اول يوم. الحقيقه احنا النهارده بدينا الشغل في 1600 مكتب على مستوى الجمهوريه، منهم حوالي 400 مكتب بيشتغلوا لحد الساعه 6. الاقبال كان احنا بنصنفه ان هو جيد جدا، زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي فعلا احنا بنتعامل مع طبقه مختلفه عن من المواطنين اللي بيتعاملوا مع البنوك، وبالتالي احنا المبيعات النهارده كانت على مستوى الفئات اللي هي ب 10 جنيه و100 جنيه كانت عاليه جدا، وشفناها في المكاتب البريد. عندنا يعني كم من العملاء ترددوا اللي تعاملوا النهارده مع مكاتب البريد يعدوا حوالي 6000 متعامل او عميل اشتروا شهادات طول النهار النهارده. طيب فندم عايزين نعرف الى اي مدى ده ممكن ياثر بالسلب او بالايجاب على حضرتك. تعرف ان كثير جدا من الناس يعني بالذات الشريحه الاكبر سنا والابسط زي ما حضرتك قلت بتتعامل مع مكتب البريد باعتباره اداه للادخار، هل ده هياثر سلبا او ايجابا على تحويل المدخرات دي لشهادات قناه السويس؟ هياثر على موارد هيئه البريد او على قدرتكم على استثمار هذه المدخرات؟ تمام، خليني اقول انه قناه السويس والبريد هم صارحين في مصر، فكون ان المدخرات توجه الى قناه السويس او تبقى موجوده في البريد فكل ده لمصر في الاخر. تمام. اما يكون في مبالغ بتتسحب من مدخرات او من الاموال بتاع الهيئه القوميه للبريد اللي هي في الاساس اموال المودعين وبتوجه الى شهادات قناه السويس، فده لن يؤثر ابدا على الاستثمار الخاص بالهيئه، وبالتالي لن يؤثر على العوائد المحققه اللي هي بتصرف لصغار المودعين اللي هم متمثلين في الشرائح اللي حضرتك اتفضلتي قلتي عليها من عملاء البنك. هنقدر نتكلم عن الرقم يا فندم؟ النهارده بلغت قد ايه المبيعات؟ الحقيقه هو يعني تم الاتفاق على انه الارقام تحديدا بتطرح من خلال مصدر واحد بس اللي هو البنك المركزي، واعتقد ان محافظ البنك المركزي ادلى ببيان وضح فيه كميه المبالغ اللي هي تم تحصيلها النهارده اجمالا فيها اللي ما تم تحصيله من البنوك وما تم من ضمنها طبعا من الهيئه القوميه للبريد. النهارده 7.5 مليار جنيه ده قيمه المبيعات بتاعت اليوم كله، لكن نصيب هيئه البريد منها كان قد ايه؟ الحقيقه يعني زي ما قلت لحضرتك يعني هو بس احنا في اتفاق يعني معلن انه الجهه الوحيده اللي بتعلن هذه البيانات الخاصه هي البنك المركزي. هو البنك المركزي. جميل، لكن حضراتكم مع يعني من البدايه مفهوم ان انتوا الشهادات اللي هتباع من خلالكم هتكون الشهادات ذات القيمه الاقل باعتبار ان انتوا وعاء ادخاري يعني بيحظى يمكن بنصيب اقل من يعني ممكن يبقى شريحته اوسع لكن المدخرات قيمتها اقل. يعني هو احنا بنبيع من النهارده احنا بنبيع كل الفئات اللي هي الفئه اللي ب 10 واللي ب 100 واللي ب 1000 جنيه، لكن اعتقد انه مع هذا العدد اللي احنا شفناه النهارده اللي هو يفوق 6000 عميل، اعتقد ان الفئات الاقل اللي هي ال 10 وال 100 هيكون ليها نصيب كبير من المبلغ اللي تم تخطيطه النهارده. جميل، لو ان حضرتك عايز تخاطب الجمهور اللي هو بيشارك ده بيسال عن اختيارات، طب انا الافضل ليا احنا بنتكلم عن مواطن بسيط يمكن يكون لديه بضعه الاف شايلهم في البوسطه للزمن زي ما بيقولوا، هل هو يعني انهي افضل له كوسيله ادخار؟ هل هيتاثر عليه سلبا او ايجابا لو شارك؟ يعني طبعا اكيد هو بيشارك من اجل مصر لكن هو عليه ان يضع في اعتباره مصلحته الشخصيه ومدخراته القليله. كمستشار استثماري هنا ايه النصيحه اللي بتقدمها له؟ بصي ده ما يقدرش، ده اللي بيحدده كل مواطن او كل صاحب حساب وفقا لاحتياجه. النهارده قناه السويس هتدي عائد كل 3 شهور. النهارده البريد بيدي عائد، احنا بنصرف العائد بتاعنا كل سنه. فممكن يكون دي بتبقى فرصه جيده للناس اللي هي حاسه ان هي عايزه يكون عندها دخل
ثابت لمدة 5 سنين كل 3 شهور. لكن في المقابل هو ما يقدرش يسحب مدخراته من قناة السويس إذا احتاج لها في خلال السنة دي، في حين يقدر يسحبها من البريد طول الوقت. لا، هو بالنسبة للشهادات اللي هي المية والعشرة طبعاً دي يعني مجمعة هتصرف في آخر المدة، أما بالنسبة للشهادات اللي هي بألف جنيه فالعميل من حقه، وفي شروط موجودة على ظهر الاستمارات بتوضح فيها كيفية الاسترداد، وليها طبعاً نظام في الختام. بس ما أعتقدش إن اللي داخل في قناة في شهادات قناة السويس داخل بغرض إن هو يخرج منها أو يتخرج منها ما لم يكن في عذر قهري طبعاً أقوى صحيح. من القرار ده يعني. شكرا جزيلا لحضرتك على كل هذه المعلومات الأستاذ أحمد صلاح، نائب رئيس هيئة البريد للاستثمار. بشكر حضرتك.